السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الأعزاء أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقاتنا على قناتكم قناة مغربي وبريطانيا مروكن أند بريتش. في هذه الحلقة غادي نكمل معكم نموذج من نماذج ديال الاختبارات IELTS Life Skills A1، وغادي نعطيكم واحد النموذج اللي تيتحط هو في الامتحانات ديال IELTS. عطيناكم قبل نموذج اللي هو شوبين وكيركزوا عليه بزاف، وكاين دابا ترافلين اللي هو السفر. اذا موضوعنا لهذا اليوم هو ترافلين، سنحاول تقديم شروحات باللغة العربية والدارجة المغربية حتى يتسنى للجميع الاستفادة ان شاء الله. اذا نبدأ معكم باول سؤال: Do you like traveling? Do you like traveling? Do you like traveling? هل تحب السفر؟ واش عزيز عليك تسافر؟ اذا الجواب لهذا السؤال جواب بسيط ايضا: Yes, I like traveling because traveling is exciting. Yes, I like traveling because traveling is exciting. نعم، احب السفر لان السفر يشعرني بالحماس. كنبغي السفر حيت السفر فيه الحماس. السؤال التالي: Do you travel? Do you travel? هل تسافر؟ السؤال الأول كان هل تحب السفر، الآن هل تسافر؟ واش كتسافر؟ Do you travel? الجواب: Yes, I travel every day from going to school to shopping center. نعم، أسافر كل يوم من المدرسة إلى المركز التجاري. نعم، كنسافر من المدرسة كنمشي للمركز التجاري. مثلا كتمشي للمدرسة ومن بعد من كتسالي المدرسة من المدرسة كيمشي للمركز التجاري. إذن هذا هو سفر اليوم. سؤال آخر: What do you travel by? What do you travel by? ما هي وسيلة نقلك؟ ولا ما هي الوسيلة ديال السفر ديالك؟ باش كتسافر، باش كتنقل ما بين هاد الأماكن هذه؟ الجواب: Mostly I travel by bus because it is a local transport. Mostly I travel by bus because it is a local transport. في معظم الأوقات أسافر بالحافلة أو على متن الحافلة لأنها هي النقل المحلي. إذن الطوبيس هو اللي كاين في ديك المكان، هو اللي كاين في ديك المدينة. سؤال آخر: How often do you travel? How often do you travel? كم في الغالب؟ كم تسافر في الغالب؟ كم تسافر في الغالب بمعنى شحال قاع كتسافر من مرة في السيمانة، في النهار، في شحال قاع ديال الوقت، شحال كتسافر من مرة؟ هذا هو معنى السؤال. إذن الجواب: I travel every day because I have to travel to workplace shopping center. I travel every day. I have to travel to workplace shopping center. أسافر كل يوم ويتوجب علي السفر من مكان عملي إلى المركز التجاري. كنسافر يوميا لأنه كيتوجب علي نسافر من البلاصة اللي كنخدم فيها للمركز التجاري. سؤال آخر: Who do you travel with? Who do you travel with? مع من تسافر؟ مع من تسافر؟ مع من كتسافر؟
الجواب I travel with my family members and friends to most places. I travel with my family members and friends to most places. أسافر مع أفراد عائلتي وأصدقائي إلى معظم الأماكن. كنسافر مع الأصدقاء ديالي ومع العائلة ديالي لأغلب هاد الأماكن. سؤال آخر. What do you like about traveling? What do you like about traveling? ما الذي تحبه في السفر؟ ما الذي تحبه في السفر؟ شنو كيعجبك ملي كتسافر؟ شنو كيعجبك؟ شنو الحاجة المهمة الزوينة اللي كتعجبك في السفر؟ الجواب I like going to see new places, meet new people and make new friends. I like going to see new places, meet new people and make new friends. أحب الذهاب إلى أماكن جديدة ولقاء أشخاص جدد وأن أحصل على أصدقاء جدد كذلك. إذن سؤال آخر. Do you like to travel abroad? Do you like to travel abroad? هل تحب السفر إلى الخارج؟ هل تحب السفر إلى الخارج؟ واش عزيز عليك تسافر خارج البلاد؟ مثلا تتسكن في المغرب، تتسكن في الجزائر، كتسكن في تونس. واش عزيز عليك تسافر خارج هذا البلد؟ Yes, I like to travel abroad because it is good to see new people and new cultures. Yes, I like to travel abroad because it is good to see new people and new cultures. نعم أحب السفر إلى الخارج لأنه من الجيد رؤية أشخاص جدد وثقافات جديدة. نعم كنبغي نخرج من البلاد ديالي باش نشوف ناس جداد وثقافات جديدة كذلك. نمر إلى السؤال التالي. Which country do you like to visit and why? Which country do you like to visit and why? أي بلد تحب زيارته ولماذا؟ ما هي الدولة التي تحب زيارتها ولماذا؟ شنو هي الدولة اللي باغي تزورها وعلاش؟ الجواب I would like to visit Dubai because I want to see the tallest building in the world. I would like to visit Dubai because I want to see the tallest building in the world. أود ولا أحب زيارة دبي لأنني أريد أن أرى أكبر مبنى في العالم. أحب زيارة دبي ولا أود زيارة دبي لأنني أريد أن أرى أطول بناية في العالم. باغي نزور دبي باش نشوف أطول برج في العالم، برج خليفة. السؤال التالي. What do you like to travel by and why? What do you like to travel by and why? لماذا تحب التنقل؟ ولا ما هي الوسيلة المفضلة لديك للسفر؟ ولماذا؟ شنو هي الحاجة اللي كتعجبك تسافر بها؟ وعلاش؟ هذا شيء جيد. حاولوا دائما أنه تكملوا السؤال ديالكم بواي، لماذا؟ طرحوا سؤال حاول تقول واي. إذا نكمل مع الجواب. I would like to travel by airplane because it is quick and exciting. I would like to travel by airplane because it is quick and exciting. أحب السفر بالطائرة لأنها سريعة وحماسية. كنبغي نسافر بالطائرة لأنها سريعة وفي نفس الوقت كتحس بالحماس. السؤال التالي. What is the main transport in your country? What is the main transport in your country? ما هو ولا ما هي وسيلة النقل الرئيسية في بلدك؟ ما هي وسيلة النقل الرئيسية في بلدك؟ شنو هي الوسيلة ديال النقل الرئيسية في البلاد؟ واش تاكسي، واش كار، واش ترين؟ إذن الجواب Local buses and taxis are the main transport in my country. Local buses and taxis are the main transport in my country. إذن الحافلات المحلية وسيارات الأجرة هي وسائل النقل الرئيسية في بلدي.
بالنسبة للمغرب عندنا قطار، عندنا بزاف الأمور، إذا يمكن لك تختار. سؤال آخر: Are you happy with the local transport system in your country? Are you happy with the local transport system in your country? هل أنت سعيد بنظام النقل في بلدك؟ واش أنت مرتاح مع داك النظام ديال النقل اللي عندك في البلاد ديالك؟ جواب: Yes, I am happy with my local transport system, but it can be improved. Yes, I am happy with my local transport system, but it can be improved. نعم، أنا سعيد بنظام النقل في بلدي، لكن يمكن تحسينه قليلا. أنا مرتاح مع هذا النظام ديال النقل، ولكن يقدروا يزينوه أكثر. هكذا أصدقائي، نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نتمنى إن شاء الله أنكم استفدتم من هذا النموذج من اختبار Life Skills A1. إن شاء الله نراكم في حلقة أخرى مع نموذج آخر من نماذج IELTS. نشكركم على تتبعكم، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. كذلك لا تنسوا مشاهدة فيديوهاتنا السابقة ونماذج الاختبارات التي وضعنا سابقا، لأنها مفيدة جدا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.